انضم الينا عبر سكايب من ولايه يوتا الامريكيه الممثل وبطل فيلم موصل سهيل دباج. سي سهيل، مرحبا بك، تهانينا على هذا العمل الفني. اهلا ومرحبا بك وكل مشاهديكم الكرام، وبارك الله فيك، اشكرك. اهلا بك. طيب، يعني بدايه، كيف تقيم طريقه العمل في الفيلم مقارنه بالاعمال الدراميه العراقيه، علما انك شاركت في اعمال عراقيه؟ المقارنه استاذ سهيل. يعني هي تتعرف الانتاج العراقي يختلف كثير عن الانتاج الامريكي، يعني بالمستلزمات وبالطريقه الانتاج، فلذلك يعني شويه وجه المقارنه شويه صعب يعني. طيب، اكيد كانت هنالك مصاعب واجهتموها اثناء تصوير الفيلم، ما هي المصاعب وكم استغرق تصوير الفيلم؟ تصوير الفيلم يعني تقريبا اخذ حوالي شهرين ونص بالمغرب تصور الفيلم. في اي مدينه بالمغرب؟ مدينه مراكش تم التصوير. نعم. طيب، تفضل. تفضل اكمل. لا، بالنسبه لسالت على المصاعب، يعني احنا المصاعب اللي واجهناها يعني هي بس مصاعب شويه كانت باللهجه، لانه احنا بصراحه سووا كاستنج بالعراق، بس المشكله ما قدروا يطلعوهم من العراق يدخلوهم للمغرب. ما السبب؟ سبب الجنة، فلذلك هي كانت المصاعب شويه بس بال يعني التعليم اللهجه يعني انت قلت ما قدروا يدخلوهم للمغرب، هل المغرب رفض استقبال فنانين عراقيين ام ماذا؟ والله ما اعرف يعني بالضبط، بس طيب، اللي عرفته ما دخلوا للمغرب. طيب، لماذا لم يفكر المخرج في انتاج العمل في الموصل مثلا، من أرض الموصل؟ هي تعرف لأنه الأوضاع كانت بعدها بداية التحرير، يعني بعد التحرير خلينا نحكي 3 أشهر، يعني أنا كان التحضير معايا من نهاية شهر 1 خلينا نحكي. طيب، وشهر 2 بلشنا نرتب الأمور، فهاي كانت صعبة يعني، لأنه بعدها المسائل ما مأمنة بالموصل يعني من ناحية أمنية. طيب، تعرف طاقم عمل كبير، يعني لما بتحكي لك 300 شخص من كل انحاء العالم يجمعوهم، يعني مو شيء سهل. سي سهيل، على ماذا استند المخرج او الكاتب لهذا الفيلم؟ هل هنالك، هي طبعا اكيد احداث حقيقيه، لكن هل هي قصه حقيقيه نتحدث هنا ام ماذا؟ اكيد هي الفيلم مبني عن قصه حقيقيه عاشها احد الصحفيين الأجانب الأمريكان مع نفس المجموعة اللي إحنا مثلناها بالفيلم، وكتبها بالجريدة، فقراها الأخوين جو أنتوني روسو، فعجبتهم للقصة جدا، يعني جدا جدا عجبتهم، فبعثوها للمخرج والمؤلف ماثيو مايكل كارنهان، طلبوا من عنده يكتبها للقصة، فلما شاف القصة عجبته جدا قالهم أنا إذا أكتبها لازم أخرجها يعني. طيب، فلذلك صارت هاي الطريقة. طيب سي سهيل، إلى أي مدى هذا النوع من الأفلام يتناول التفاصيل بشكل حقيقي؟ يعني البعض تحدث عن مشاهد مثيرة للجدل، مثلا ضابط إيراني يحمل بندقية أمريكية، كيف يعني؟ ألم ينتبه المخرج لهذه الأمور ولو هي يعني طبعا أمور دقيقة؟ هي مو قضية التباسات تصير، هي يعني أنت خلينا نقول بأرض المعركة. أنت بأرض معركة. أنا سمعت بعض الانتقادات يقول لك شنو شايل كلاشينكوف، أو كان المفروض السلاح مش نوع سلاح. هي أرض المعركة، لما تكون بأرض معركة تضيع هاي الاشياء، يعني جوز انت فقدت كل الاسلحه اللي عندك، اخذت كل الاسلحه اللي لقيتها عند العدو، تعرف المقصد شلون؟ لا. بس هي هاي ما تنحكي بالفيلم يعني، بس هي يعني تنوخذ بهاي الطريقه لانه ارض معركه هاي. هنالك من يتساءل يقول ان الغرب ينظر لنا كمجموعه بشريه بعقائد دينيه مختلفه، لا ينظر للعراقيين كشعب موحد بروح وطنية، هل تتفق مع ذلك؟
يعني هي ما أقدر أتفق وياك، يعني كل من حسب نظرته لهذا الشيء، بس يعني أنا اللي لاحظته بالمجموعة اللي إحنا اللي اشتغلنا وياهم يعني ما كان عندهم هذا المنظور نهائيا. يعني نتحدث عن الأعمال، الأعمال الدرامية، يعني جوز ليش أقول لك يعني كل من رؤيته يعني هل تعتقد أن هذا الفيلم كسر النمطية المعتادة أنه العرب دائما ما يظهرون بأدوار الإرهابيين إذا ردنا نتحدث؟ أكيد 100% عزيزي، هاي أصلا يعني كانت فرصة كبيرة أن يعني اللي خلوا هذول المنتجين وهذا المخرج يطلع هيك فيلم يخلينا احنا ابطال كعرب يعني، وما ينطونا بس ادوار الارهابيين يعني. طيب. فهذا فشيء يعني مهم يعني. طبعا على حسب علمي هذه ليست التجربه الاولى لك في خوض التمثيل في السينما الامريكيه، كيف تقيم طريقه العمل مع كوادر اجنبيه بالتحديد هوليوديه اذا اردنا نتحدث؟ والله قلت لك يعني هي يعني هل هنالك صعوبة في التواصل معهم؟ لا بالعكس أصلاً ناس جداً منفتحين يعني. وبعدين يعني قلت لك يعني أنت لما تتعامل ياهم بكل سلاسة ويعني ويتقبلون من عندك أي ملاحظة. يعني كثير عندنا كانت ملاحظات بالنسبة لبعض الحوارات تغيرت، بعض الحوارات انضافت، تغيرت الأمور. يعني بالعكس يتقبلون جدا، متقبلين هذا الموضوع. طيب متى ممتعة صراحة، ممتعة. متى ممكن أن يصل العراق إلى مراحل إنتاج متطورة توازي هوليود؟ هو حلم، ولكن هل هذا الحلم يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الحالية؟ والله هو الواحد يحلم ما به شيء، بالعكس يعني احنا 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 الظروف تعاست ويانا يعني. ولا احنا الدراما العراقيه ممتازه كانت، بس يراد لها معايشه اكثر يعني. الناس لازم عندها يصير انفتاح اكثر على الغرب. طيب. يعني بطريقه الكتابه، بطريقه الاخراج، بطريقه التمثيل. سي سهيل قبل ان اختم معك، هل سيكون لهذا الفيلم جزء ثاني؟ وهل نتوقع لك ادوارا جديده في أفلام في السينما الأمريكية؟ جزء ثاني والله يعني بالنسبة لي يعني على حد علمي ماكو أي شيء بهذا الموضوع، بس إن شاء الله المستقبل أكو يعني نصوص عربية، وإن شاء الله يا رب نتوفق بها إذا عجبنا النص. وإن شاء الله إن شاء الله كل الموفقية. طبعا أتطلع إلى مشاهدة الفيلم اليوم إن شاء الله. سهيل دباج الممثل وبطل فيلم الموصل، كنت معنا مباشرة من يوتا، شكرا جزيلا لك.